جهه سوس مسا كتستقبل من المناظره الاولى للجهويه المتقدمه. هذه المناظره اللي في الجلسه الافتتاحيه يعني استمعنا الرساله الملكيه الموجهه للمشاركات والمشاركين واللي اتت يعني واحد يعني جميع المراحل اللي قطعت هذا تنزيل الجهويه المتقدمه منذ تاسيسها يعني بالعمل ديال اللجنه الاستشاريه، وكذلك بدايه التفعيل في 2015، ويعني اليوم بعد 4 سنوات جات هذه المحطه لتقييم يعني المشاكل والاكراهات اللي يعني تلقاوها رؤساء الجهات، وكذلك باش ندعو يعني اشنو هما الرهانات المستقبليه، لان هذه الولايه ولايه تاسيسيه للجهويه المتقدمه، ويعني المحاور اللي كاينه اللي غادي تناقش في هذه المناظره هي محاور اللي عملنا فيها كاملين، يعني التنميه المجاليه ديال الجهات، وكيفاش غادي نخلقوا فرص الشغل، كيفاش غادي يكون الجذب ديال المستثمرين. المحور الثاني اللي هو حول الماليه، الاشكاليات الماليه ديال الجهات. المحور الثالث اللي حول لا تمركز الاداري، اللي تبعتوا الخطابات ديال صاحب الجلاله تقريبا في 22 خطاب، فاش دائما صاحب الجلاله ينادي بتسريع باللا تمركز الاداري، لانه هو اللي غادي يساعد في التفعيل ديال الجهويه المتقدمه. وغدا غادي يكونوا 3 ديال الورشات اللي غادي يمسوا الاختصاصات الذاتيه ديال الجهات، وكذلك يعني الحكامه ديال الجهات، ويعني الدور ديال الديمقراطيه التشاركيه، لا سيما ان الجهات عندها هيئات استشاريه ديال الشباب، ديال المجتمع المدني، وديال رجال الاعمال. فاليوم كذلك في هذه الجلسه كان واحد التوقيع، وهذا الشيء مهم جدا، توقيع ديال واحد الاطار التوجيهي لتفعيل الجهات لاختصاصاتها، لان الاختصاصات الذاتيه باقي كيخص يكون واحد التدقيق ديالها، والان يعني كيفعلوها القطاعات الوزاريه. اذا كاين هذا التوقيع بين رؤساء الجهات ال 12 وجميع الوزراء اللي عندهم علاقه بهذه الاختصاصات الذاتيه، يعني هذا اراده باللي كل شيء غادي يحاول باش ان شاء الله في الولايه القادمه يكونوا الاختصاصات الذاتيه ديال يعني الجهات بتدقيق ويبداوا في التفعيل ديالها.